بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. صدق الله العظيم. مشاهدينا في كل مكان، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم، ولقاء جديد يتجدد بكم بعد أجازة العيد. كل عام وأنتم بخير ودقت زر. في الحقيقة النهاردة فكرنا كتير هنتكلم عن إيه. وجدنا أن عندنا عدة موضوعات متشابكة. ناس كتير بتتكلم عن السحر، ناس كتير بتتكلم عن الاستعاذة والاستعانة بالجن لأعمال تؤذي البعض. طب ما هو الفارق بين السحر وما بين العشق؟ يعني إن كان السحر هناك جن يكلف ويوكل بعمل ما، فهل في حالة ما يسمى بالعشق؟ وسنعلم ما هي حقيقة هذا العشق الممنوع، واخترنا كلمة ممنوع، وهنعرف ليه احنا قلنا انه العشق الممنوع. الفارق بين ما يسمى بالعشق وما يسمى بالسحر. شعرة فاصلة، يمكن ان البعض من المعالجين او من يدعون العلاج لا يصلوا اليها، ولكن هناك من يصل اليها تحديدا. دعوني ارحب في هذه الحلقة بفضيلة الشيخ ابراهيم شهاب، وهو الخبير في العلاج بالقرآن، ودائما ما نستضيفه ويكون ضيفنا في داء زار. برحب به واقول له اهلا وسهلا فضيلة الشيخ. اهلا وسهلا وزين، جزاك الله عنا خيرا. كل سنة وانتم بخير. وانت بخير شيخ ابراهيم. النهاردة شعرة فاصلة، النهاردة حديث حول سحر بيتم فيه استجلاب واستخدام وتكليف جن ما، وبين ما يسمى أو يطلق عليها بين هلالين، وهو حالة العشق. بعض المعالجين يستخدم هذا اللفظ، يستخدم هذا المصطلح. تجي له البنت من دول يقول لها أنت عندك عشق، أنت في جن عشقك، عشان كده أنت مش بتتجوزي، بالذات في حالات تأخر الزواج. إيه الحقيقة؟ إيه الشعرة الفاصلة؟ ده اللي أنا عايز أبدأ مع حضرتك ومع فضلتك هذا السؤال. أولا أبدأ حديثي بالصلاة والسلام على سيدنا وتاج رأسنا أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أستاذ هاني، أولا يعني أشكرك في المقام الأول، وأشكر هذه القناة، أسأل الله أن يديم عليها سترها يا رب العالمين، وأن يديم عليها منهج العلم. أنت تعلم جيدا أن العلاج بالقرآن الكريم لابد له أن يكون له علم القرآن. علم القرآن أي نأخذ من القرآن ما ينفع ويشفي وينزل عليه رحمات من القرآن على عباده. من أنت قلت من القرآن. من القرآن. من القرآن. آه. الله عز وجل. بس هحط خط تحتيها اسمح لي. حاضر. وليست بالمقاطعة، ولكن هجلها دلوقتي. تمام. فضل. القرآن الكريم أنزله الله تبيانا لكل شيء، وضوحا وعلما لكل شيء. نتخذه في علاج وشفاء المرضى بكتاب الله وسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يخص العلاج بالقرآن الكريم تحديدا. خطأ فيه معالجون بالقرآن الكريم أو ينسبون إلى أنفسهم العلاج بالقرآن الكريم، فيأخذون آيات الله وأحاديث النبي محمد على هواهم وعلى عقولهم هم، وليس مصطلح القرآن ولا مصطلح الأحاديث الصحيحة عن النبي محمد. مشكورا بدأت هذه الحلقة بالعشق الممنوع. كلمة عشق نتفق عليها في العلاج بالقرآن. ولكن ممنوع كلمة غريبة قوي، قد يكون بعض المعالجين يقول لك وفي حاجة اسمها عشق ممنوع. نعم، اتخذ بعض الذين يتاجرون بعقول الناس. خبرك من اللفظ ده؟ حلو اللفظ ده. يتاجرون بعقول الناس وعقول النساء وعقول البنات، انت عنت الجن عشق. كلام طيب، حاضر، طب عالجني. منهم من يفعل الحرام بذاته حتى يشفي هذه المرأة أو هذه البنت. على صفحة دقت زار على الفيسبوك جات لنا حالات، وقالت حاجات حصلت معاها من يدعون العلاج. نعم. يندى لها الجبين. تمام. منهم يعني عاجزة، والله يعني بنت عاجزة، بنت يعني عندها يعني مرض، اسال الله ان يعافيها يا رب، ربنا يعافيها يا رب. حتى دي ما ترحمتش. تمام. ليه؟ اول حاجه، انا لو انا هطلع خطا على المعالجين، انا هطلع خطا اكبر على المرضى. يعني لما تجي لي امراه او بنت لسه ما اكرمهاش ربنا بالزواج، بنت بكر، انت عندي جن عاشق وده اللي حرمك من الجواز، انا عاوز اشوف صدرك عشان اكتب عليه قران.
طب انا قلت اللفظ ده، انا اخطات وانا معالج واعوذ بالله من هذا الخطا، كلام جميل كده. انت فين؟ صحيح. انت علمك فين؟ انت فين كيانك؟ لو ان هذا امر علاج انا مش عاوز اتعالج ومش عاوز اتجوز. اذا كنت بقول خطا على المعالجين فالخطا الاكبر على المرضى. في نساء سلمت اجسادها وعقولها حصل لمشايخ بحجه جن عاشق، عندك عشق في الرحم، عندك جن قاعد في الرحم. والافضل الافضل عند المعالجين الذين ينسبون الى انفسهم العلاج بيصطادوا البنت المطلقه او الارمله او الغضبانه بينهم وجوزها. تخيل هذا الامر، ده استغلال. استغلال ايه؟ العقول. يعني عمرهم ما هيعملوا الخطا الاكبر مع بنت بكر لانه عارفين ده خطا اكبر. ولكن يجيب بنت يعني جات له. لا 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 انا هستاذنك، هناك من فعل كمان، هناك من فعل، نسال الله العفو والعافيه. يعني هذا الملف يمكن احنا هنفتحه قريبا كمان في دقه زار بتمعن، ولكن النهارده دعوني اقول لكم ان النهارده دقه زار هي دقه حقيقيه واستغاثه حقيقيه حتى تستفيق هذه الامه من غفوتها. وهناك بعض الكلمات المعهوده في هذا البرنامج سمعتموها منا كثيرا وسنظل نرددها. يا هي يا امه ضحكت من جهلها الامم، وغيرها من الكلمات اللي حطينا تحتها خط وهنرجع لها تاني دلوقتي. اتفضل فضيله الشيخ. بص يا استاذ هاني، هو العشق موجود بس ليس عشق الجن، عشق القرين. ايه الفرق؟ انت تتفق معي او لا تتفق معي؟ ما القرين جن. ما لسه اقول لك اهو. تتفق معي او لا تتفق معي على مدرسه عدم دخول الجن داخل الجسد. انت من انصار عدم دخول الجن، وقلت هذا تكرارا وتكرارا في هذا البرنامج. دايما الشيخ ابراهيم بيقول مفيش حاجه اسمها جن يدخل جسم الانسان، وده مبدا ثابت في كتاب وسنه. هتقول لي يا عم الشيخ ده في مدرسه كبيره جدا اجمع عليها جمهور العلماء بان الجن يدخل الجسد، لو ان هذا الامر صحيح، خلينا نقول الامر صحيح، انا ارفض هذه العباره في هذه الايام مما ارى واسمع واشوف مما يحدث في نساء وبنات بهذه الكلمه. لرد درء المفسده مقدم على جلب المنفعه. الله يعزك ويرفع قدرك. هو ده المدرسه بتاعتي. عنوان هذه المدرسه الجن لا يدخل الجسد. باب هذه المدرسه القرين داخل الجسد. هتقولي طب ما انت لسه قايل الجن ما بيخشش، والقرين فئه من فئه الجن. بس خلي بالك انا قلت القرين ما قلتش الجن. ايه اللفظ فيهم؟ لا، لفظ كبير جدا. قال المعصوم صلى الله عليه وسلم ان القرين يجري لابن ادم كما يجري الدم في العروق. قال النبي صلى الله عليه وسلم بنص الحديث ان شيطاني احدكم. بلاش ان شيطان، مين بقى شيطاني احدكم؟ اللغه العربيه بتقول ايه؟ منصوب لمين؟ للشخص. فما هو شيطان هذا الشخص؟ القرين، اللي هو دايما في حاله اقتران معاه ومقترن مقترن به الى ان تقوم الساعه. قال احد اهل العلم بان القرين لا يموت ولا يخرج من جسد ابن ادم الا بعد موت ابن ادم. وفي روايه قالت بان القرين يسكن صاحب القبر او علو هذا القبر الى ان يعرض امام الله عز وجل. وصدقوا هذا في قول في سوره الصفات، قال قائل منهم اني انا كان لي قرين يقول وانك لمن المصدقين. يبقى الشاهد من الامر ايه؟ ان القرين لا ياتي بوسواس فحسب. كثير جدا من المعالجين ظاهره هتحكي عليها جدا. كان بعض من المعالجين قبل ما بنى سنتين ونص تقريبا في دقيقة زار بنحاور هذا الكلام من سحر وحسد وعين ومس، ولكن ننسب كل هذا الى القرين. بداوا يتكلموا عن القرين. فعلا من بعد دقيقة زار ناس كتير جدا اتجهت للقرين، بعد ما كان الكلام جن 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 بقى فيه كلام عن القرين. مرضى لما راحوا المشايخ ولم يتم شفاء، وهذا من قدر الله وليس بكل من هذه المشايخ، والافضل مني عند الله والله اعلم. ولكن لما قلنا بنتكلم عن القرين فكلموا المشايخ احنا عايزين نعالج القرين الاول. قال لهم انا لسه ما عرفتش عن ايه علاج القرين، لسه ما عرفتش. طب انت بتكر في القرين؟ بس علاجه صعب. فاكر لما قلنا قبل كده في دقه زار قبل العيد الكبير، اسال الله ان يديم علينا اعيادنا بخير وسعاده يا رب، قلت ايه؟ من قام على علاج القرين او من قدر على علاج القرين قام على علاج اكبر نوع من انواع السحر. انت عايز تقول ان من اصعب الانواع علاج القرين؟ فما الاصل وما الفرع؟ ايه الاصل؟ القرين. يعني انت عايز تقول لي ان كل الناس اللي عندها مشاكل مفيش جن جواها زي ما بيدعي البعض، وان دي مشاكلها مع القرين بتاعها بس؟ طب
هنا السؤال، إن كان رواية حضرتك هي الرواية المعتمدة تمام، طب ما الكون فيه 6 مليار تمام، ليه ال 6 مليار ما عندهمش مشاكل مع القرين بتاعهم؟ ليه مجموعة معينة هي اللي عندها مشاكل؟ إشي عشق، إشي سحر، إشي مس، مش مجموعة معينة، إشي عين، إشي حسد، هي مش مجموعة معينة. أنا تعرضت للأذى، الأذى ده سحر، الأذى ده إيه؟ سحر. السحر ده هل اتعرض ليه أستاذ هاني أو على خلافه من الأشخاص؟ لا، هو مقصود بيه شخصك. يبقى من أذي أو قدر الله بإذائي في حسد أو عين أو سحر، قد أذي الشخص بهذه المرض فقام على تحريك القرين، ولكن في واحد ما عندوش أذى، لا اتعرض لسحر ولا حسد ولا عين، هيبقى علاقته بالقرين بتاعته تمام، هو في حاله احنا في حاله، مفيش مشاكل بالنسبة لهم. يعني انت عايز تقول لي ان القرين لا يتحرك من تلقاء نفسه الا في حدود ضيقة، يعني وحضرتك قلت لي عليها قبل كده. انا هضرب بصدق مثلا الله عز وجل لما ضرب مثل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ها، لما سحر النبي محمد ومكث في سحر 6 أشهر وأوذي النبي محمد وفك أذى السحر النبي محمد بكل أعوذ رب الفلق كل أعوذ رب الناس فأخذ بهم النبي وترك ما سواهما، مش ده حديث صحيح؟ تمام. اتعرض النبي لأذى من قرين ليه؟ اتعرض النبي محمد، وده أصح حديث في البخاري ومسلم، تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لإزائه من قرينه حتى قال النبي محمد والذي نفسي محمدا بيده والذي نفس محمدا بيده ما تولد فيكم ابن آدم إلا وتولد له قرين من الجن. طب قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني. تخيل لما يكون نبي عظيم ويقول أعانني، أعانني، إذن الله عز وجل أعطى النبي قدرة على تحمله لإذاء القرين حتى يتغلب الله عليه، فقال إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أو لا فلا يأمرني إلا بسوء. فلا يأمرني بسوء. قال بص شيخ الإسلام قال إيه على القرين؟ أصل بعض من المعالجين يقول لك إحنا لا، إحنا كل معلوماتنا عن القرين إن هو بيأتي بوسواس فحسب. طب تسمع شيخ الإسلام قال إيه؟ أصح القولين في ذلك الحديث هو أن النبي محمد استسلم من شره. إذا القرين شر وليس بشر. الأصل في القرين شر، لا يأتي إلا بسوء. الأصل في القرين الخير ولا الشر؟ إلا بسوء، شر. تاني، حاضر. الأصل في القرين، الأصل في القرين الخير أم الشر؟ الشر. يعني الأصل في القرين الشر قولا واحدا. طب سؤال، بعض الأعمال السينمائية تناولت موضوع العشق الممنوع اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، مثلا على سبيل المثال كان في برنامج أو في عفوا فيلم الإنس والجن، تمام، كان بيجسد شخصية الجن الفنان عادل إمام، والمصابة كانت الفنانة الكبيرة الفنانة يسرى، تمام. أقدر أقول إن الحالة دي حالة سحر أم عشق؟ أنطق الله الحق على لسانك. احنا بنتكلم عن إيه؟ عن العشق الممنوع. لا، عن القرين. عن القرين برضو؟ عن القرين. يعني هنا خد بالك بس، انت قلت مسلسل او فيلم سينمائي تعرض للمشاهدين ان هم يشوفوه. ارجع بالفيلم، انا ما شفتوش ولكن انا هجيب لك مقاطع حالا دلوقتي، انا خدت منه مقطع حالا في مكتب سعادتك. الفنانه يسرى كانت بتحب ولد او ممثل اسمه جلال، تمام، صح؟ مات في حادثه نتيجه خلاف بينها وبينه، تمام. حك قلت لي الكلام ده ان هم والحادثه كانت فجاه، صح ولا لا؟ فمات هذا الشخص، حادث سياره، مات هذا الشخص اللي اسمه جلال، اللي اسمه جلال. اشمعنى الفنان عادل امام لما يجي في نفس الفيلم ويجي بشخصيه باسم جلال ولا يرى غير الفنانه يسرى؟ لا، اشوف معاك بقى ونرجع نكمل، لان انت كده يعني عارف شوقتني قوي. الله، انت عايز تقول لي ان في علاقه بين وفاه جلال الانس وظهور جلال الجن على هيئة، على هيئة إنسان بس، وتقول لي بعد ده كله ده علاقته مرتبطة بالقرين؟ هو القرين. أشوف التقرير ده وارجع تاني لحضرتك. فضل، يلا بينا. عفريت من الجن؟ عفريت ايه وجن ايه بس يا مام؟ انت ما سمعتيش اللي قالت اختك؟ البيت طلع خرابة واللي كانوا فيه كلهم كانوا عفاريت. ما فيش حاجة اسمها عفاريت يا مام. العفاريت والجن موجودين يا بنتي ومذكورين في القرآن. الراجل جالنا هنا البيت كلمناه وشفناه، ازاي بس يطلع عفريت من الجن؟ ايوه عفريت عفريت.
عفريت لابس بدله اخر موضه وعامل شعره بالسشوار عند الكوافير. الجن كانوا بيظهروا في شكل بني ادم لسيدنا سليمان، وكانوا بيكلموه، وكانوا بينفذوا كل اللي بيطلبوا منهم. سيدنا سليمان كان نبي. اللي بيظهر لاختك ده مش من الانس، ده جن من اللي عايشين تحت الارض. محدش عايش تحت الارض يا ماما، ده في الارض ما فيهوش غير نار قايده زي جهنم. ما هو الجن من اهل النار ومخلوقين من النار يا بنتي. قالت انه بيظهر لاختك بس، وبعد كده ظهر لينا واحنا بنشوفه لابس بدله اخر موضه وعامل شعره عند الكوافير. ازاي ده يبقى جن؟ هو ده ممكن يبقى جن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بان الجن حينما يظهر على هيئه كلاب، اشباح، حيوانات، فيظهر حتى، فاكر لما قلنا، بص الكلام سبحان الله بياتي سلسال تلقائي، فاكر لما قلنا ان في اطفال ممكن يشوفوا حاجات ده الام والاب بيشوفوها وهم يكذبوا هذا الطفل؟ يا ابني نام يا ابني، ده انت ده كلام فارغ، تكذب الفرط على فيه الكرتون بس، ده حلم او كابوس. لا، الجن او الشيطان يظهروا او المارد يظهروا للمرض او لصاحب المرض. طب هو ظهر لبعض من المؤثرين اهم موجودين وهم شافوه باخر شياكه، صح؟ في صوره، ما هو ظاهر في صوره انسان. وبعد كده وبعد كده هل بيتعامل كانسان؟ لا طبعا. طب خدت بالك لما ظهر كقطه في عربيه الفنان عزت العلالي؟ صحيح. حصل ما حصلش؟ مظبوط. مش هو كان برضك عادل امام تمثل في صوت قطه على هيئه شيطان او جن؟ صحيح. ايه الفرق وايه العلاقه بين القطط وبين الجن؟ دايما ناس كتير تخاف من القطط، تقول لك انا خايفه من القطه دي، ممكن ما تكونش. ايه علاقه الفنان عادل امام كاسم جلال بجلال اللي توفى وهو بيحب الفنان يسرى؟ وايه النديه اللي بينه وبين عزه العلايلي في نفس الفيلم؟ اسمع منك الاجابه بعد هاجر. حاضر هاجر، اتفضلي. الو. ايوه يا هاجر، مساء الخير. مساء النور. انت على الهوا، اتفضلي. ممكن ممكن تعوز المايك بس اكلم الشيخ ابراهيم؟ اتفضلي. اتفضلي يا فندم. بص يا شيخ، انا بحلم في واحده جات لي في الحلم اللي قالت لي انت معمول لك عمل. تمام. اللي انا معمول لها عمل، والحلم الثاني اللي بجي بالترب. تمام. ماشي. والحلم الثالث اللي فيه شيخ جالي حط ايده عليا بيقول لي انت مخطيه عمل ومرشوش لي. طب انت بنت ولا مدام؟ نعم. لا انا انسه. عندك كام سنه؟ عندي 20. طيب انت مثلا بتتخطبي او حد بتقدم لك للزواج؟ نعم. في ناس جالوا كتير بس انا اللي برفض يعني. طب عندك اسباب مقنعه للرفض ولا بعد ما بترفضي بتندمي على الرفض؟ لا، هو مصر مش بيعجبوني. مش بيعجبوها؟ مش بيعجبوكي؟ يعني مش في اسباب يعني. الاحلام دي قرات معايا كذا مره يعني. طيب بصي، اولا انا عايز بس تواظبي على سماع او قراءه سوره البقره، ما تخافيش، ما فيش حاجه. شكرا هاجر. اقول لسعادتك بقى تكمله. اتفضل. هو احنا بنتكلم عن امر ذكره الله في القرآن، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له قرينا شيطانا فهو له قرين. اربط بقى الآية ديت بما يحدث في سحر، في حسد، في عين، في مس. ومن يعش عن ذكر الرحمن، اذا الانسان حتى اللي بعد عن الصلاة وعن اذكار الصباح والمساء وعن اوامر ربنا عز وجل، ربنا قال فيه ها ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد شيطان له شيطانا فهو له قرين. اذا الله عز وجل ذكر الشيطان بايه؟ بالقرين. طب ايه الفرق؟ طب ما ربنا قال ايه؟ شيطان وخلاص. شيطان او قرين او قرين خلاص. ايه الرابط بينهم؟ هو الرابط في هذا الفيلم ان تحول الشيطان الى قرين لصاحب الامر. هو جلال ده مش كان بيحب فنانة يسرى؟ وهو مات من حبه فيها نتيجة خلاف بينهم في عمل حادثة. جلال الإنسان. جلال الإنسان. تمام. لما أتى بصورة قرين أو جن أو شيطان على سبيل المثال، جه تعرض لمين؟ لا أنا هسألك سؤال بقى. اتفضل. هنا الفنان عادل إمام أو جلال اللي هو عادل إمام، ده شيطان
ولا جن ولا قرين؟ اتنين، جن وقرين. قرين مين؟ قرين جلال اللي مات. ولا قرين يسرى؟ قرين جلال اللي مات، الإنس. هو ليه قتل نفس الاسم؟ ما هو اللي يفهم من هذه الكلمات من المشاهدين يقول لك طب ايه الرابط ان اللي بس خطيبها اسمه جلال واللي جه اسمه جلال؟ وايه الرابط لما حبت شخص تاني او شخص تالت عاوز يحبها عزة العلايل تعرض ليه بسوء؟ بالظبط. ليه؟ ايه الرابط بينهم؟ وبدا يطارده. ايه الرابط؟ انه لانه اعتبر ان الفنانه يسرى ديت ان هو جلال الجن ان دي بتاعته. بتاعته هو، ما ينفعش حد ياخدها غيره. فلما يجي حد يتعرض ليها بحب او عشق بيسموه العشق الممنوع. عشان كده احنا مسمينها النهارده العشق، العشق الممنوع. ليه بنقول العشق الممنوع النهارده؟ اترك لك الاجابه. لسببين. السبب الاول في العلاج بالقران الكريم لا يؤخذ هذه الكلمه بعشق. انا النهارده لما على سبيل المثال يعني الامر الاول اهو، لما واحده جات لي النهارده تقول لي يا شيخ ابراهيم انا عليا جن عاشق. عليا جن عاشق وانا مطلقه منذ 5 سنوات. طيب كلام جديد ده فين؟ مين اللي قال لك التشخيص ده؟ الشيخ. على سبيل المثال بدون ذكر اسماء. طيب ادام الشيخ توصل توصل للمرض هل يصعب عليه الشفاء او الدواء؟ طالما توصلت عالج بقى. صح ولا لا؟ ده التشخيص نص العلاج. فما هو العلاج؟ تخيل. ما هو العلاج؟ اول يستحي اللسان ان ينطقها. يستحي. قال لها العلاج من الكبائر. هو ده العلاج. هو ده العلاج. عشان تتجوزي بسرعه، ده اسرع طريق للشفاء. وهل فعلا تم؟ هل في حرام يعالج حلال اللي هو الجواز؟ مستحيل طبعا. بس خلاص. دي رساله مني لكل الناس، من يعتقدون بان الجن يدخل ومن لا يعتقد بان الجن لا يدخل. ليس العلاج بالقران الكريم ياتي بحرام. إنما العلاج بالقرآن الكريم هو اتباع لقرآن ومنهج سنة النبي محمد. عمرك سمعت من أهل السلف أو الصحابة بأن ألمس امرأة أو أكذب على جسد امرأة أو عر امرأة لغرض أو لغرض إن أنا خلق جن منها؟ يا سلام، ده فين؟ بيحصل. بيحصل. بيحصل عند الذين. طب عايز تقول إيه للناس؟ عايز تقول إيه للناس حتى لا يقعوا في هذه البراسم؟ إذا كان ابتلاهم الله عز وجل بأي نوع من أنواع المرض سواء السحر أو الحسد أو العين ولهم علامات مش أي كلام يقال. يعني مش أي واحدة تروح عند شيخ أو أي واحد يروح عند شيخ فيقول أنت مسحور. طب قول لي فيه العلامات. يعني أنت قلت بناء عليه هذه الكلمة. أنت قلت لي كان بيجي لك ناس وتقول لهم اتفضلوا روحوا لدكتور نفساني. حصل وما زال هذا الأمر. ما بتعالجهمش ليه؟ وما زال هذا الأمر. طب ليه مش بتعالجهم؟ بص يا زهيني صلى على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لو افترضنا إن الراجل ده عنده وسواس قهري من الدرجة الأولى انا هدي له دواء من عندي، كلام طيب. بس لو الامر اكبر من الدواء هظلمه معايا. امانه القران فين؟ الامانه اللي ربنا ادهالنا فين؟ لو سمحت الدكتور النفسي ده اولى بيك مني. الهدف علاج. الهدف ليه؟ الهدف علاج وليس المريض. التجاره وليس انا قلت سعادتك مره بقول على الهوى ويسمعها جميع الناس سواء خارج مصر او داخل مصر، عالجني صح، شخص الحاله صح، ادي دواء صح، وانا تحت امرك. ما بقولش غير القرآن. اتباع لسنة. انت عندك وزير السحر. ايه علامات السحر يا شيخ ابراهيم عندي؟ انت بيحصل لك 1 2 3 4 5؟ طب الامور دي عندك؟ عندي. طب اخرج منها الدواء 1 2 3 4 5. فما هو الدواء؟ تشخيص ثم قرآن يتلى على مريض. قرآن ايه؟ يتلى على مريض ثم اخذ بالاسباب. انا العصفورة قالت لي ان انت يوم الخميس اللي جاي رايح محافظة سوهاج. ان شاء الله. الخميس الجاي هكون في سوهاج. والعصفوره برضو قالت لي ان بمناسبه العشق الممنوع. العصفوره ولا القرين؟ بس الاول لا يعني امشيها عصفوره يعني. برضو قالت لي ان في حاله اتصلت بحضرتك وقالت لك ان انا بنتي بتعاني من حاله عشق. تمام. قلت لها انا يوم الخميس جاي قريب منكم تعالي لي سوهاج. سوهاج. صح. انا هستاذن فضيلتك يعني وانت يوم الخميس في سوهاج هنبقى مع بعض الحد اللي بعديها ان شاء الله زي النهارده. ان شاء الله ربنا قدر اللي بخير. تقول لنا وبدون طبعا ذكر اسم الحاله او اي تفاصيل او اي اشارات عنها، يعني الحاله كانت فعلا عشق ولا كانت توهم ولا كانت مشكله مع القرين؟ اقول لسعادتك حاجه. هو بس لو هنقف ثواني ونقول ما معنى كلمه علاج بالقران؟ يعني هجيب مريض هكذا يعني يبدو فضل. للبعض اتفضل واحط ايدي عليه وهقرا ما تيسر من القرآن. كلام طيب. ما تيسر من القرآن.
مش هو ده العلاج بالقرآن؟ كلام جميل جدا. طب تيجي تصلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هل كل من يحفظ القرآن يعالج؟ ما هو القرآن هيتلى. أنا سؤال بسأل ساعات مباشر، يعني ناس هل كتير، هل كل من يحفظ القرآن الكريم كاملا أو نصفه أو ثلثه يعالج؟ ما كانوش يقولك يا شيخ إبراهيم، ما بيجي لك حافظة القرآن يا شيخ إبراهيم بناس، ما كانوا هم عالجوهم يا شيخ طب إبراهيم. هل كل من يصلي الصلوات الخمس وأذكار الصباح والمساء هل لا يتعرض لسحر؟ من المفترض أنه لا يتعرض. من المفترض هتعلم منك الإعلام. من المفترض هتعلم منك إيه؟ الإعلام. أسئلة واضحة طبعا. عاوز إجابة واضحة. يعني برضو احنا تعلمنا ان في حاجة اسمها وقاية، من الوقاية اذكار الصباح اذكار المساء تلاوة القرآن. تمام. هل هذا يمنع قدر مقدور بسحر بنظرة بحسد بعين؟ لما يكون الملك ادى مثل للنبي وادانا مثل ده وضرب الله مثلا بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. عايز تقول كان حافظا القرآن بل نزل على صدره القرآن. في شرف اكتر من كده؟ كان يصلي حتى يقيم الليل حتى تتورم قدماه من القيام لله عز وجل. كان يسجد حتى العلماء قال اهو كان يسجد لله عز وجل حتى تورمت جبهته. قال اهل العلم. هل في بعد كده شرف؟ صلى الله عليه وسلم طبعا. يبقى لما يجي لي واحد يقول لي علاج بقرآن ان انا حافظ قرآن فهقرأه على وجداني ده كده شفاء، اقول لك انت اخطأت في حق القرآن. لك كلمة شهيرة معايا في دقة زار كنت دايما تقول لي ليس العلاج بالقرآن الكريم هو قرآن يتلى فحسب. كلمة حسب دي بقى هي دي اللي بيكمن فيها كل التفاصيل بقى. بس طيب هتوقف عندها واخد وفاء وارجع لحضرتك تاني. وفاء اتفضلي يا وفاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا وفاء. ايوه يا شيخ، بما ان الحلقه عن الجن العاشق انا كان في حلم دايما بيتردد عليا وانا نايمه وكده، كنت بحس ان يعني انا بصحى فجاه من نوم مفزوعه، بحس ان كان في خيال زي ما يكون يعني بيحاول ينام فوقي او يكبس يكتم على نفسي كده. تمام. فانا وحتى كنت بصحى بحس ان انا بنادي على ماما واخواتي وهم مش سامعيني، والحاجه دي بتحاول تحضني بس في نفس الوقت انا مش قادره اقوم اصلا من على السرير وكان صوتي مش مسموع وانا بنادي على اهلي. تمام. طيب انت حضرتك انسة ولا مدام؟ لا انسة. طب انا تعرضت في احلامي بان حد حاول يعتدي عليا اما من الاقارب او غيرهم؟ لا خالص. هي بتقول خيال يا شيخ ابراهيم دلوقتي، هي بتقول خيال. بهذا الامر انما هو الجاسوم فقط. الجاسوم. للجاسوم هي مكتفة حاجة طبقة على مروحها مش قادرة تتحرك، بتنادي محدش سامعها، بعض ثواني بتفوق من هذا الأمر، حتى لو بتقرأ آية الكرسي وفاتحة تفوق وتقول يا جماعة كنت عمال أدعي عليكم محدش سامعني، أنت بنتي ما نادتيش ولا حد صوت ولا حد أي حاجة. هذا الأمر إنما هو الجاسوم. ده الجاسوم ده قصة برضو تانية. غيري بقى ممكن يشخص ده إيه؟ عشق. جن عاشق. على طول. على طول. يخش على العشق على طول. طب أنا ليه قلت جاسوم؟ سألت سؤال. هل تعرضت في احلامك باعتداء اما بالضرب او بالجنس من المحارم او غيرها؟ قالت لا. انت عايز تقول لي، بشكرك وفاء واسمعي الاجابه، انت عايز تقول لي وتقول لوفاء وتقول لكل مشاهدينا دلوقتي ومستمعينا في كل مكان. تمام. ان من علامات الجن العاشق او في شعره فاصله تانية بما يسمى بالعشق الممنوع او الجن العاشق وما بين الجاثوم. ما تقولش في هذا البرنامج تحديدا جن عاشق. تمام. انا بقول لك ما يقال بين قوسين يعني. عاوز اقول لك قرين عاشق امشي معاك في الكلام ده. تمام. القرين يعشق، القرين يأذي، القرين يمنع رزق، القرين يمنع انجاب، القرين ياتي بامراض فامراض فامراض حتى يدخل بصاحبه الى القبر. القرين. القرين. بص يا استاذ هاني، السحر ذكر في القران، واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الى اخر الايه فيتعلمون منهما يفرقون به بين المرء وزوجه. تمام. حصل ولا لا؟ طيب هل السحر هو اللي بيطلع؟ السحر وسيله. مين الاداه؟ وسيله. الاداه ساحر مين؟ عمل سحر وصل هذا السحر خادم السحر لاتيان السحر لهذا البيت. طب الفاعل مين؟ القرين. القرين اللي عنده القدره اللي يخليني اشوف زوجتي وحشه جدا قبيحه الوجه مع انها جميله الوجه ريحتها وحشه او على النمط الاخر الزوجه شايفه زوجها شكله وحش بيزق في الكلام يقول لها كلمه طيبه هي بتسمعها كلمه مش كويسه
على النمط يحدث بينهم ايه؟ طب انا ارجع تاني للعشق الممنوع. اتفضل. لان احنا ممكن من الحلقه اللي جايه نتكلم عن القرين وقدرات القرين. تمام. والفرق بينه وبين الجن العادي. وهل هو قرين ولا قرناء؟ وهل هو قرين واحد ولا اكتر؟ تمام. وهل هو قادر على كل حضرتك بتقوله ده؟ ولا انت مكبر الموضوع شويه عن القرين؟ على النبي. وبتتغافل موضوع الجن، هذا ممكن يكون اتهام يوجه لك من بعض من يوصفونا بالمعالجين. ليس مقاطعه في سعادتك في هذا الامر، ولكن خذ من القران وتكلم بالقران. تمام. الله عز وجل ذكر القرين في القران الكريم لما فيه من دلاله ولا كلامه خلاص؟ ذكر القرين في اكثر من موضع، في سوره قاف. تمام. وفي سوره الاعراف. تمام. وفي سوره الصفات. الصفات كلام هنا. هذه السور انا قلت تكرارا، قلت اللي عاوز يعرف مرضه متغلب عليه قد ايه يقرا الصفات وقاف والاعراف حتى. هيحس بامور عمره ما حسها في حياته واحلام مزعجه. هتقولي طب ما انت كده بتحرك القرين. هقول لك صح، انت كده بتعمل استفزاز للقرين. صح. المخالفات الشرعيه. انت عايز تعمل زي نوع من التوثيق للحاله. بس. لما تقرا الصفات ويحصل لك كذا يبقى فعلا ده كذا، لما تقرا القاف ويحصل لك كذا يبقى ده. عايز تقول كده؟ طب اقول لك ايه؟ اتفضل. تيجي اجيب لك اثبات حقيقي اكثر مما هو حقيقي في كتاب الله. ده انت شكلك يوم الخميس في سوهاج هتعمل شغل جامد جدا. اجيب لك اثبات؟ طب اتفضل. ايه رايك في سيدنا موسى؟ صلى الله عليه وسلم. كلم ربنا؟ طبعا. بجد؟ كلم الله. مفيش فيها كلام؟ لا طبعا كلم الله. طب ايه رايك ان سيدنا موسى سحر وربنا ذكر في كتابه وقال سحروا اعين الناس؟ هو في جن دخل جسم سيدنا موسى؟ لا، ولكن اللي حصل لم يذكر الله ذلك. صح. تمام. ولكن ذكر الله بان السحره تلفظوا بكلمات من خلال هذه الكلمات سحروا اعين الناس واسترهبوهم، شافوا الالم ده تعبان حيه. واللي شافهم مين؟ ده نبي كلم ربنا مباشره. فأوجد في نفسه خيفة موسى. قلنا ايه يا موسى؟ قلنا لا تخف انك انت الاعلى. قال ابن القيم في كتابه القيم ان كليم الله في هذا الموقف تعرض لسحر ولكن وليس بجن، بالدليل ان سيدنا موسى خاف ولما قال الله له ارمي ما في القي ما في يمينك اللي حصل تلقف ما يأفكون. هل سيدنا موسى نزع سيدنا جبريل فقرأ عليه الرقة الشرعية أو المعاصتين وخرج الجن؟ لا، لم يحدث. عايز تقولي ده سحر لحظي؟ سحر وقتي. لحظي. وسحر ممكن يكون سحر اللي هو أعين، مجرد يعني أن أنت تتخيل سحر خيالاء. مش في حاجة اسمها السحر والكلام؟ طبعا. يعني إيه سحر الكلام؟ طبعا. يعني إيه؟ اتفضل قول. لا يعني سحر الكلام. انت كلامك جميل قوي. تمام. سحرتني بكلامك. كلام يعني. ساحر يعني. لا، كلام يسحر. كلام يسحر. ابهرتني بكلامك. تمام. صح ولا؟ تمام. انت جالك الاحساس ده من ايه؟ ان انت اقتنعت بكل الكلام. صح ولا؟ انا مش بتكلم كسحر المرض، انا بتكلم كسحر التعبيري اللفظي. سحر ايه؟ اللفظي. عايز تقولي على 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 النمط قياسا بيه. ايوه. ان في سحر للعين، هواجس سمعيه تسحر العين، وبصريه، هواجس بصريه، هواجس خياليه. مره تقول لي يا شيخ انا بشوف حاجه بتعدي بسرعه من جنبي، اتخيل ما لقيش حاجه، بسمع خط. عايز اقول لك يا شيخ ابراهيم انا نايمه جنب جوزي بقوم مفزوعه لمجرد ان في حاجه قومتني شافتني جوزي بشكل قبيح فخفت منه. ده كله ممكن يكون في اطار العشق الممنوع. في اطار العشق الممنوع. طيب اخو محمد وارجع لك تاني. محمد اتفضل. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. برحب بحضرتك وبضيفك الكريم، وربنا يا ربي ما يحرمنا من طلعتكم البهية دي ان شاء الله. شكرا. الله خير يا فندم. لو سمحت يا فندم انا عايز اسال حاجه عن بخصوص الجن العاشر. اتفضل يا شيخ ابراهيم مع حضرتك. اتفضل. هل فعلا في يعني فكره قلب الحبيب والجن العاشر ده فعلا يعني حقيقيه؟ لان انا اوقات بيحصل لي اعراض غريبه كده، وحتى سالت فيها ناس كتير فبيقولوا نفس الحوار كده، بيقول ان ممكن يكون انا بحس بخيبات كتير، يعني بحس ان في حد مجزر الى شخص معين الى انسان معين يعني. تمام. ولما بعوز مثلا يعني اقل من ان انا
معين او كده، بحس نفسي ان انا مش طايق الحد اللي انا رايح له ده، وبحس نفسي ان انا ببعد دايما عنه، مش شايف قدامي غير فلانه، غير حد بس كده. فانا عايز اعرف فعلا هل الموضوع ده حقيقي ولا لا؟ الحد ده انتوا ارتبطتوا قبل كده ولا ما كانش فيه ارتباط؟ لا لا يا فندم، بس كان في علاقه، كان في قصه حب يعني وكده، وكان في يعني كنا شبه ان احنا خلاص ناويين ان احنا يعني نتخطب ونتجوز يعني. تمام يا محمد، اسمع الاجابه. فانا عايز اعرف كيفيه العلاج يا فندم، ايه الخطوات الصحيحه اللي انا ممكن استعد ليها ان انا اعملها؟ لان في ناس كتير ودولي لمشايخ تعبوني جدا وكتبوا على جسمي وكده، فانا عايز اعرف يعني ايه حتى انت كمان كتب على جسمك الصحيح ان انا امشي معاه واتبعه. ماشي، وصل سؤالك يا محمد. اسمع الاجابه. اولا من فضيله الشيخ، لفظا في سحر، ولفظا في عشق، ولفظا في سحر اسود وسحر علو وسحر سفلي، لفظا فيه بس معنى من ياخذ هذا المعنى؟ الذي يتبع الكتاب والسنه ولا هذه المخالفات الشرعيه؟ ما هي المعنى هو الاهم. يبقى لفظا موجود. تمام، لفظا هو السحر مش موجود؟ لا موجود، موجود سحر محدش يقدر يقول. ولكن من يستخدم هذه الكلمه؟ الذي تجري بعقول الناس ولا باموال الناس ولا 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 في الف معنى. اريد سعادتك ان انا ممكن اعالج حاله ما تخفش، وارد ولا مش وارد؟ وارد جدا، حتى الطبيب ممكن يعمل عمليه جراحيه وحاله مضمونه 100% قبل العمليه وتتوفى في ايده. ايه ده العلاج بالقران؟ عالج المريض صح، شخص الحاله، اسمعه. انا قلت لك ممكن اقعد مع حاله 5 دقائق صح ولا لا؟ ومع حاله ساعه، وممكن اقعد مع حاله ساعه، وممكن اقعد مع حاله 10 دقائق. ما الفرق؟ هل بستقل بالشخص عن شخص؟ لا، بس في شخص علاجه ان هو ما يخشش المجال ده. تخيل ان انا كمعالج بالقران او يعني بقول ان انا بعالج الناس واسال الله ان يديم عليا ان انا اكون صالحا للناس يا رب العالمين، ومهنتك كده بتقول للناس لا انتوا مالكوش علاج بالقران، اتفضلوا روحوا لدكتور نفساني. لا ده في كلام بقول لهم ما تروحوش لدكتور نفساني ولا تروح المعالجين، واقعد في بيتك، ما تروحش لحد يعالجك، انت كويس، انت سليم. تخيل يقول لي وانا ماشي ازاي؟ امال انا جاي لك ليه؟ ازاي تقول لي انا كويس؟ اقول له تعالى اقعد. يعني انا كويس؟ انت بيحدث معاك كذا وكذا 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 وكذا، يقول لا لا. بس المشايخ اللي قبلك قالوا لي، واحد فيهم خنقني يا شيخ ابراهيم، قالوا لي بص، واحد خنقني وقال لي انا طلعت الجن من بقك، على راي الاستاذ خليفه خلف خلاف المحامي، قالوا له حلو. قلت له انت شفت الجن وهو بيطلع؟ قال لا بس هو اللي قال لي. كتير جدا بيقع في هذا الفخ. وهو ينفع العلاج بالخنق يا دكتور؟ ولا بالخنق ولا بالضرب ولا بالمسك. طب انا بضرب، هيرد عليا البعض دلوقتي يقول لي انا بضرب الجن عشان يخرج. حلو، هو انت سيدنا سليمان؟ لا طبعا، حاشا لله. لو كنا نعلم الغيب ما مكثنا في العذاب، ما مكثنا في العذاب المهين. هو الجن يعلم الغيب؟ لا طبعا. ايه رايك في الكلمه دي؟ ده انا في برضو بعض المشاهد هبقى اوريها لحضرتك. والفيلم ده كان له علاقه كبيره جدا بالعالم الاخر يعني. تمام. ان حد اخترع، وكان الفيلم ده للفنان نور الشريف بالمناسبة، فيلم الرقص مع الشيطان، دواء يرجعه للماضي ونفس الدواء برضو يوديه للمستقبل، ومع ذلك ما كانش بيعرف ايه اللي هيحصل. يا أخي ده دليل على كلام حضرتك، لو كنا نعلم الغيب ما مكثنا في العذاب. الذي يقال لمريض ان معاك جن وانا طلعته من جسمك، قول له سؤال واحد بس، انت شفت الجن؟ ده في مخالفة اكتر انت ما تخش بالك منها، ان بعد لما يخلوه يقول له اعل اسلامك. طب خلي بال حضرتك، هيرد عليا البعض دلوقتي من المشاهدين وسؤال منطقي، اما ممكن نشوف الجن، ما زي ما شفنا في الفيلم عادل امام كان موجود وكان معروف طول الفيلم ان هو من الجن وشايفينه. هل اللي احنا شايفينه ده مين اللي جن؟ كان بيشوفه؟ سؤال، مين مين اللي كان بيشوفه؟ طب تعال نشوف المشهد ونرجع تاني. حاضر، نشوف كده المشهد بتاع الفنان عادل امام ونرجع تاني، يلا بينا. اهلا يا استاذ جلال. أنا فكرت إنك تكوني في البيت دلوقتي، لكن يظهر تقديري كان متقدم شوية. طب اتفضل استريح. ملوش لزوم، هما كلمتين حوالهم ما مش على طول. هتتكلموا على السلم، ما يصحش يا أستاذ جلال، اتفضل. قهوة ولا شاي؟ ميرسي يا عارف. لا ازاي ما يصحش؟ قهوة عريقة. حاضر. اتفضل.
قفل الباب. يمكن الهواء. اتفضل اتفضل. طبعا شفت الشنطة. طبعا وعرفت انها شنطتك اللي كانت ضايعة، لكن اللي انا مش قادرة افهمه ايه اللي طلعها من دولابي ووصلها لك، وبعدين عايز ترجعها لي تاني. دي شنطة جديدة خالص. لا دي هي نفس شنطتك. صدقيني دي شنطة غيرها، اشتريتها بنفس المواصفات وما فكرت اقدمها لك. ايه رايك؟ ده المشهد اللي هو راح زارها في البيت، والدتها شافته، أختها هي شافته، اختها شافته ووصفته. راجل لابس بدله اشيك، بدله شيك، مش عارف مسبسب شعره، عامل يعني يعني في النهايه حد قدامنا اهو. فسر لنا المشهد ده. مش احنا قلنا ان الجن بيتمثل؟ بيتمثل بيتمثل على اي شيء من الاشياء. تمثل على صوت كلب عزك الله، قطه، اشباح، انسان، للتخوفات. يا اخي الكريم صلى على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. اجيب لك مثلا من الحقيقه افضل الحياة العملية. اتفضل. لما واحدة تقول لي أنا فتحت لجوزي، قصدي الصبح جوزي مشي راح الشغل وقفلت الباب، وقفلت الباب ودخلت كملت نومي، لقيت بعد خمس دقايق جوزي بنفس هيئته بلبسه بينادي عليا وبغير هدومه وهينام جنبي على السرير. بعد خمس دقايق ما لقيتوش. طب ده تفسيره إيه؟ اتصلت بجوزها وكنت فين؟ أنا في الشغل يا بنتي. ده أنت كنت موجود دلوقتي؟ الله ما حصلش، أنت مجنونة ولا إيه؟ هل تمثل او ما تمثلش؟ طب ده مين؟ ده جن ولا قرين؟ جن. جن. بس هل دخل؟ هل هذا الفنان دخل جسم هذه الفنانه؟ لا هو واقف قدامنا اهو. هل دخل جواها؟ بس هو على مدى الفيلم، بس هو قفل الباب كده. حلو. من قدرات الجن ولا مش من قدرات الجن؟ لا من قدراته طبعا. هل من قدرات الجن ان هو ولع في المكان ده؟ لا. امال الحرائق اللي كنا بنشوفها والشيخ فلان الفلاني تخصص الحرائق ده؟ مستحيل. واخد بالك؟ هات لي دليل من الكتاب والسنه بان الجن عنده القدره ان يسرق مال. ما الشيخ مطافي كان بيطفيها. قول له طفيتها ازاي؟ هيعجز على الرد. قول له انت فين الجن اللي انت حرقته عشان ما يولعش في بيت تاني؟ هيعجز عن الرد. هو انا ممكن احرق الجن؟ مستحيل. ما لسه كنت بقول لك اهو، في شيخ من المشايخ لما يضرب الجن، لما يورم جسم المريض يقول له انطق الشهاده. اصل الجن يسمع كلامي. طب معلش بقى يا شيخ ابراهيم، حضرتك بتقول ما فيش جن بيدخل جوه جسم الانسان برضو. مستحيل. على الجانب الاخر لازم برضو انقل لحضرتك برضو الاستفسارات الاخرى. البعض بيرى ناس اميين لا يقرؤون ولا يكتبون ويتحدثون بأفضل اللغات، ولغة function language، يعني لغة جيدة بأفضل اللغات، يعني لغة أهلها زي ما بيقولوا. أنت جبت على السؤال بنفسك. ده إيه بقى؟ قلنا للقرين جن؟ يعني أنت عايز تقولي برضو إن ده مش جن؟ يا أخي الكريم، مش ربنا قال في القرآن هم أمم أمثالكم؟ أمثالكم. صحيح. ما فرطنا في الكتاب شيء. هو يعني إيه الآية دي؟ هو إحنا نتجاهل نص القرآن؟ لا تقربوا الصلاة. وقفت. لا ده اجتزاء طبعا. أنا أقول أهو. تمام. لا تقربوا الصلاة، يبقى كده مصليش. طب دي انت عايز تقول ايه؟ هم أمم أمثالكم. أمثالكم يعني هم زينا في كل تصرفاتنا. طب قريني أنا ماله؟ يا أخي الكريم، هل يجوز لإبراهيم أن يدخل بنيان هاني الدبني؟ لا طبعا. محفظ الألقاب؟ لا طبعا. ها؟ لا طبعا. ولا يقدر الجن أن يدخل جسد الإنسان. طب إشمعنى القرين؟ القرين جزء منك، خلقه الله فيك من لدن آدم إلى قيام الساعة، من يوم نزولك بطن أمك إلى أن تقف مع الله عز وجل. يعني الأصل في العلاج، الأصل في العلاج العلاج القرين. القرين؟ عايز أقول لك الحلقات الجاية سلسال كده موجود، أنا هتكلم عن كل سحر أعراضه إيه، فوائده إيه، التخلص منه إيه، والقرين يقدر يتحكم فيه ولا لأ. في أسحار القرين ليس له علاقة بيها. يعني أنت أنت هو اللي بتقول اهو، اللي كل حاجه القرين بتقول لي ان في اسحار ليس للقرين علاقه بها. طب ناخد بقى الرد وننزل من القران ما هو شفاء. هل القران مش شفاء؟ بس هو قال من القران، وانا بقول من الاسحار لا دخل للقرين فيها. لا ده انت كده انت عملت لنا تشويق للحلقه اللي جايه، يعني انت كده عملت لنا تشويق للحلقه اللي جايه. الكلمه الثانيه. طيب اتفضل. وكل الاسحار يتحكم فيها القرين إلا البعض الذي خصصته أنا. ده أنت كمان مخصص أنواع ليس للقرين تدخل فيها. طب خليني في العشق الممنوع عشان العشق الممنوع نقارب على الانتهاء.
ما دور القرين في العشق الممنوع؟ هو الاصل في العشق الممنوع. ما هو العشق القرين؟ هي المرأة لما تحس او البنت تحديدا تحس ان ابوها بيعاشرها في الحلم. هل فعلا ابوها بيعاشرها في الحلم؟ لا طبعا. وما جلبس ابوها او اخوها او قريبها ليه؟ طب وليه في المحارم تحديدا؟ عشان يبتبعد عنهم، ما يسعوش معاها للعلاج، خاف منهم. ده البعض من المعالجين يقول لك لا لا لا، ده عشان بس ايه ناكد ان السحر جن عاشق في الرحم. تخيل ان انا ممكن احط سرنجه فيها 5 سم مسك انجليزي احطهم في عنق الرحم عشان واحده تخلف عشان عندها جن عاشق. ده الكلام ده بيحصل او حدث؟ مش بيحصل، ده جريمه. ده جريمه بقى. ايه رايك؟ وما انفجرش الرحم؟ الرحم انفجرش. الطبيب المعالج لهذه الفتاه كان عاوز يعمل قضيه ثابته في هذا الشيخ. طبعا طبعا دي جريمه. بس فين الدليل؟ هيقول لك انا ما قلتش كده. اثبت لي انا ليه عامل عزم. انا عامل ليه دفتر او ورقه حضور للناس اللي جت عندي؟ فما هو العلاج وما هو التشخيص عشان يعرف هو خد ايه وتشخيصه ايه وعلاجه ايه. انت عامل زي فايل لكل مريض او زي كل حاجه بالظبط. العلاج بالقران الكريم جزء من الطب لشفاء الناس بكتاب الله وسنه النبي محمد. ومسؤوليه برضه يا شيخ ابراهيم، مسؤوليه قويه ومسؤوليه. وعايز اقول لك حاجه ذهاني، قد يكون الطبيب، اسال الله ان يبارك في اهل الطب، كلام بصفه عامه من الطب النفسي او النساء او الذكور او الخلاف هذا الامر، يمشون مع المريض واحده واحده للنجاح. المعالج بالقران لو كانش عنده فهم العلاج بالقران والتشخيص الصحيح لا يقدر على نجاح هذا المرض. انا بسمي السحر والحسد والعين مرض. ومرض انتشر خفينا جامد قوي الفتره دي. طب في الحلقه اللي جايه هبدا مع حضرتك برضو في اعراض العشق الممنوع. ليه؟ هو اي تمثيل او اي تمثل او اي علاقه او اي حلم يبقى ده في حاله عشق ممنوع، ولا الامر برضو مرتبط وهناك شعارات فاصله بين العشق الممنوع وبين السحر وبين التوهم؟ البعض ممكن يتخيل ويتوهم هذا الامر. هل بتقدر تكتشف هذا التوهم؟ لسه ساعتك اهو. الراقي ولا المعالج؟ لا ال 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 الاقوى المعالج مش الراقي. الاقوى لو كان المعالج حقا يدرس ويفهم ما معنى كلمه علاج بالقران يشخص ده توهم ولا وهم ولا هو مرض بذاته ويحتاج الى علاج. انت يوم الخميس اللي جاي الحاله اللي عندك او الحالات اللي انت رايح لها في سوهاج اللي منهم حاله خاصه بحلقه النهارده اللي هي العشق الممنوع، ايه الاسئله اللي انت ممكن هتسالها لها؟ لا ما ينفعش. مش عايز تغششها يعني. لا عشان من يسمعنا في هذا البرنامج من نساء او فتيات او شباب ما ياخدوش هذه الاسئله ويترجمونها ويحلمون بهذا الامر فياتي الى مشايخ يقولون هذا الامر ويحصل عندهم تخيل. يبقى احنا بنرحم الناس ولا بندمر الناس؟ لا انت كده الله يكرمك بجد، انت كده فعلا علشان ما تدخلش الناس في دوامه التوهم. انا ممكن اعالج على الهوا. انا هسالك سؤال بس هقولك برضو دايما، يعني اي حد في مكانك هيقعد معزز مكرم في القاهره والناس تجيله من كل مكان، انت ليه بتروح سوهاج شويه الاقصر شويه؟ ليه بتحب تروح للناس؟ في ناس ما عندهاش القدره على هذا الطريق من تشوب من الاسوان او من الاقصر او من سوهاج او من هنا الى شبرا الخيمه. صعب عليهم مسافه، صعب عليهم ماديات، صعب عليهم الجهد النفسي والجهد المعنوي. انا لما كان ربنا من عليا واكرمني واديت وقت فراغ ان انا اسافر للناس دي ابخل على هذا الناس، قد يكون دعوه منهم تنجيني من مصائب الدنيا والاخره. خلي بالك انت منقي مجتمع يعني رنه الابره فيه بتسمع. طبعا يعني لو الناس قالوا الشيخ ابراهيم ده كويس هتفضل كويس، لو قالوا مش كويس مش هتلاقي حد. اللهم لك الحمد. فانت منقي مجتمع صعب، تركيبته بنيته صعبه. عشان كده بنجتهد قوي الزهاني ان احنا لما جينا مريض بنمشي معاه واحده واحده، نجتهد معاه بالقران بالسنه، حتى يا اخي لو فشلنا في اول مره بننجح في الثانيه. كذاب اقول لفظ ده وسامحني في هذا اللفظ التعبيري، ولكن من يخدع الناس يقول لك انت هتجيله وتخف في نفس اليوم. اذا هو بيخضع على الناس، زي انت ترى وتعلم وحق قدمت بلاغ قبل كده في الطريق الثالث وغيرها من الحلقات، قلت قلب الحبيب ورد المطلقه وهذه الامثال وهذه العبارات انما هي ضحك ودجل وعلى العقول الناس، صح ولا يا أمة ضحكت من جهلها الأمة. هو في حد ممكن يرد زوجة طلقت في 24 ساعة؟ ده في التليفون بيردوها. ينفع؟ وليه بتسألك طب مكانك فين عم الشيخ؟ لا لا ده أنا في شرم الشيخ. ليه؟ عشان يصعب على الناس
الحاقهم بهم او يجلسون امامهم. لا احنا عايزين الناس دي تظهر على الشاشه ونشوفها ويشوفونا ونتصل بيها والناس تصل. لو كده نفسي نشوف في برنامج مشهور انا مش هذكر اسم البرنامج ولا المذيع، ولكن اقول لما اتكلم عن خديجه المغربيه او ابو مصعب مش عارف لبناني او الكلام ده كله، لما تحروا مباحث عنهم لقاهم ايه؟ شباب صيع بيجيبوا خطوط وهميه بيضحكوا على عقول الناس لاخذ اموالهم. اما الواحد لما يكون عنده مكان يا عم انت خدت علاج ربنا منك بالشفاء بها ونعمه. في حالات كتير جدا انا انسب الفضل للطب اولا، ولكن العلاج بالقران اولا يعني مع الطب حالات انجبت العلاج بالقران انجبت انجاب. بس اي واحده تجيلك تقول لك انا ما بخلفش وتقول لها تعالي اقرا لي القران انت عارف ابداش بتعمل لها ايه؟ لازم اشوف ورق الطب الاول تحليل الزوج راي الطب ايه؟ لو الطب قال ان هم ما عندهمش اي مشاكل تمنعهم من الانجاب وعندهم علامات ورموز تؤدي الى عدم انجاب في سح او حسد او عين، لا انا كفيل بهم بعد ربنا عز وجل. ولكن تيجي تقول لي انا محروم لجيب 5 سنين وما اروحش طبيب، لا مع السلامه يا ماما، روح الطبيب الاول. في الحلقه القادمه من دقه زار الاحد القادم باذن الله تعالى، وان شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي هيكون لنا ميعاد جديد مع دقه زار، وهيكون ميعادنا الجديد بعد العيد الاحد والثلاثاء في 9 مساء. فانتظروا برنامج دقه زار دائما الاحد والثلاثاء. وفي الحلقه القادمه باذن الله تعالى سنتحدث عن انواع السحر والفروق بين هذه الاسحار، وما هي الاسحار التي لا دخل للقارين بها. عايزين نخش مدرسة السحر والجن، لابد هل من الجن ان يدخل الجسد؟ عايزين نخش مدرسة دي شويه، نفتح الباب على المصراعي ونخش ونثبت اثباتات بالقران والسنه بان الجن ياتي بايذاء الخارجي وليس الداخلي فقط. بشكر فضيله الشيخ ابراهيم شهاب، شكرا جزيلا على هذا الحضور، وتيجي بالسلامه ان شاء الله يوم الخميس من سوهاج ان شاء الله. كما اشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، يتجدد بكم اللقاء الاحد القادم باذن الله تعالى، ولا تنسوا الثلاثاء في 9 مساء ايضا دقه زار لمثل هذا الموعد. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، هذا هاني الدبان يحييكم، الى اللقاء.